صوتك اسمع لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان. فإذا وعى القرآن حين لانا اقرأ وخيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك تسمع الأكوان في أعماقنا أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعد في روحه إنسانا وتائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان وأزل هوانا ظل يلزمنا وكل ما نمن لزم الهدى ما كالصحابة باقتداء المصطفى كانوا لهامات الدنا تيجانا نهلوا من القرآن أعز بمورد أخلاقهم كانت هي القرآن أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ خيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك تسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ خيرا اقرأ خيرا اقرأ خيرا ورتل القرآن رتل فإن الكون نحوك شاخص فامنح له مما تجهد أمانا رتل فإن قلوبنا مشتاقة وازرع بصوتك في الجنان جنانا وسر نظمتنا وسر وجودنا من غيره ما أشرقت دنيانا.